مرحبا. وراء كل هذا الجهد في مهرجان دوك السينمائي بنسخته العاشرة فرق من العاملين ومن المتطوعين، وعلى رأسهم يقف بتواضع رئيس المهرجان ومدير عام دائرة الثقافة والفنون في محافظة دوك الأستاذ أمير علي. مرحبا أستاذ. مرحبا أستاذ. يسرنا أن نرحب بك في روداو عربية نتحدث عن المهرجان وأسباب نجاحه. المهرجان منظم للغاية، هل التحضيرات كانت كبيرة لهذا المهرجان أم شهر شهرين أم على مدى سنة كاملة تشتغلون؟ شكرا لتحت هذه الفرصة. المهرجان عمل سنة كاملة يبذل به جهود هواية من كوادر المهرجان والمعنيين بالمهرجان حتى يوصلون لدورة جديدة. يعني كل دورة يراد لها تقريبا سنة عمل شاق وبذل جهود مستمرة لإنجاز وإنجاح دورة سنوية في مهرجان دوك، ولهذا يتطور سنويا. أكيد. طيب أول دورة يا سنة كانت 2011. كيف فكرتوا يعني في محافظة كانت وقت ذاك ما بيها صناعة سينمائية؟ أكيد. بل حتى كانت فقيرة بدور العرض السينمائي، كيف فكرتوا بهذا المهرجان؟ اجت هذه الفكرة من خلفية حب الفنانين ورغبتهم بإقامة مهرجان سينمائي، وهذه الفكرة اجت من إصرار والدعم من المؤسسات الحكومية خاصة مديرية الثقافة والفنون في دوك. بذلوا جهود هواية حتى صار عندنا مهرجان. أول دورة كان 2011. نعم. الدورة كان باسم دوك برلين، دوك ألمانيا. نعم. الدورة كان مشترك ما بين مدير عام الثقافة دوك ومؤسسات فنية في ألمانيا، وبعدين تطورت هذه المهرجان سنة وراء سنة، وأخذ الكوادر مهرجان خبرة واستعادوا بكفاءات وأكاديميين بالعمل، وحتى لحد الآن المهرجان سنة وراء سنة في تطور واستمرار وازدهار. أكيد. هل يعني راحوا كوادر أو حضرتك رحت إلى الخارج شاركت بمهرجانات دولية سينمائية بالعالم؟ أكيد، يعني كل سنة كوادرنا السينمائيين الفنانين يزورون يشاركون مهرجانات كمشاركة وكهمينة كمشاركة أفلامهم في مهرجانات دولية عالمية دولية. ومن هذا الجانب عندنا كم كبير من المهرجانات ومشاركتهم والتواصل ما بين الفنانين العالميين والكرد خاصة بمنطقة دوك أو محافظة دوك والعراق بشكل عام. يعني نعم، هذا ملاحظ من وجود مخرجين ومهنيين وفنانين غربيين في المهرجان. بلد. هذا يعني أن هناك علاقات ما بين المهرجان ومهرجانات أخرى. أكيد، هذه تواصل نتيجة سنوات الماضية من أول حجرة أساس لبناء مهرجان لحد الآن. هذه نتيجة هذه التواصلات أو اللقاءات أو جسر التواصل ما بين فنانين العراقيين والكرد ومع الفنانين العالميين، وهذا التواصل مستمر لحد الآن وفي ازدياد، يعني في ازدياد. لهذا سبب نرى بكل دورة جديدة وجوه جديدة، فنانين جدد، منتجين جدد، وهذه سمة جيدة وخطوة للأمام بأن يكون العمل الفني وخاصة السينمائي
في كردستان في زياد وفي تواصل مع المهرجانات ومع الفنانين الكبار، وهذه التواصل هسه احنا وياهم ويا مجموعه من الشركات الفنيه لانتاج افلام كردستان يجون هنا. يجون افلام غربيه؟ بلي بلي، هسه احنا وياهم على الخط متواصلين وياهم حتى يجون، وكردستان يكون لوكيشن لافلام خطوة ممتازة. تتذكر اول دوره كم فيلم كردي كان انتاج اقليمي؟ يعني بالضبط الرقم ما اعرف، بس يعني كان يعني ضئيل، يعني ضئيل جدا، لانه كان الدوره الاولى هو حجر او لبنه اوليه للمهرجان. بعدين دوره ورا دوره ازدادت هذه الارقام، وحتى الفنانين والاعلاميين والنقاد والمعنيين في مجال السينما سنه ورا سنه ودوره ورا دوره زادوا واجوا. هذا ما يثبت مشاركه 116 فيلم بلي من 23 دوله، والمهرجان يتحدث ب 16 لغة 26 لغه. 16 لغة وبلي، ومن 34 دولة. هذا السنة عدد الأفلام أزيد من السنة الماضية. السنة الماضية 90 فيلم، كانت 98 فيلم بقسميهم الكردي والعالمي همينا. بس هذا السنة هذا الدورة 116 فيلم متقسمين على العالمية و الكرديه همينا. وهذا السنه زيدنا فرع من المهرجان بمشاركه مجموعه من افلام للاطفال. نعم، اربع افلام اطفال. بلي، ومجموعه من الافلام الكلاسيكيه هسه عندنا موجوده. وعدنا فيلم سنه 26 1926 26 كرديه على المنافسة على المسابقة بلي. طيب، والباقية للعرف. سؤال أخير، كانت هناك مهرجانات عدة سينمائية، أعتقد سليمانية وأربيل بلي ما صمدت، العفو، هذا المهرجان صمد؟ أكيد صمود مهرجان من إصرار وحب وبذل جهود من الكوادر ضمن المهرجان، نظرا لحبهم للمهرجان واصرارهم، و الكادر المهرجان دهوك ضحى بكل شيء من اجل اصرار واضح وتواصل هذه المهرجان. استاذ امير علي، مدير عام ثقافه والفنون في محافظه دهوك ورئيس مهرجان دهوك الدولي السينمائي الناجح، نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى الدورة 11 القادمة أفلام أكثر، جهود أكثر، ونجاحات أكبر وأكبر بفضل فرقكم المشكورة وبفضلكم وفضل إصراركم على استمرار المهرجان. شكرا جزيلا. أشكرك هاي تحت هذا الفرصة، إن شاء الله نشوف الدورة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائي مشاهدي الرداء العربية، شكرا لمتابعتكم، ولنا لقاءات قادمة إن شاء الله. سلام.